بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس الإنجليزية، وهي عن يعني امتحان إن شاء الله بنص سنة. النهاردة هنحل مع بعض الامتحانات، خليكم معايا هتلاقوا كل جديد مفيد إن شاء الله. طبعا المشاركة في الله الشرك نصلح قيمة الجرس، نصلح الكل، نصلح كل الفيديوهات بتاعتي إن شاء الله، وتدعمون تشجعون نشر الله. كما أرجو عمل لايك وشير الفيديو، هتلاقي براد ممكن الطلبة لكي يستفيدوا من هذه الشروحات التي يدعو الله عز وجل تكون زرهم ولهم إن شاء الله في الامتحانات القادمة. دعوات الطلبية لكم جميعا النجاح والتوفيق إن شاء الله. أرجو أن نبدأ الإسلام بالأولاني، الامتحان الأولاني. عمر is asking Hamid about his English teacher. عمر بيسأل حامد عن إيه؟ بس الإنجليزي بتاعه. عمر استطاع مهم جدا. هو الدايلوج ده يبقى فيه إجابة لإيه؟ واحدة من دول. يبقى عمر is asking Hamid about his English new or his English teacher. بيسأل حامد عن بس الإنجليزي بتاعه. عمر بيقول له what's your English teacher's name؟ ما اسم مدرس الإنجليزي بتاعك؟ قال له هيز مستر وليد. طيب عمر قال له وات داز هي لايك؟ فحمد قال له هي هاز جوت شورت ستريت، يعني قصير ومستقيم كذا. طيب هاز هي جلاسز؟ نظارة؟ نو هي هازنت. هاز هي تو نو هاز او هي هاز؟ هاز هي بس هي هاز او نو هي هازنت؟ لو بعمل سؤال ما هازنت هي هازنت وهاز هي او هذه هي هذه خلاص. طيب عمر what kind of person is he؟ من نوع من الاشخاص يكون شخصيته من نوعها ايه؟ كويس وحش قاسي طيب عطوف حنين الى اخره. قال له هيز اند هيلبس ذا ستودنتس، بيساعد الطلبه. هيلبس ذا ستودنتس. فعمر قال له هاو كيف از هي؟ قال له هيز 40 years old، عنده 40 سنه. قال لنا هو فاضي الأول. خلي الإجابات إيه بالعربي؟ نرجع نحل بقى مع بعض ونشوف إيه الإجابات اللي عندنا بالعربي. تخيل واحد واثنين بس، تخيل لو ثلاث نقط، تخيل إيه؟ ثلاثة وأربعة وخمسة، تخيل الباقي يعني. تخيل تقول له حل على طول. نبدأ. عمر is asking Hamid about his new his English teacher. And what's your English teacher's name؟ ما اسمه؟ His Mr. Waleed. What does he like؟ قال له he has got short straight. طيب والله ايه بقى؟ like دي قبل منها مين عارف الاجابه؟ what does he look like؟ يشبه، ماذا يشبه؟ شكله ايه؟ look like يشبه، look like look l o o k like. يبقى what does he look like؟ okay what does he look like؟ قال له he has got short straight. شورت هاز جوت عنده طبعا يملك، شورت قصير، ستريت مستقيم معتدل. طبعا ده ايه وصف ايه؟ شورت ستريت ايه؟ ايوه الشعر، شعر يعني ايه؟ هير، هير اتش اي ار اي ار، اتش اي ار ار، اتش اي اي ار. هنا لوك اللي هو اوكي، هنا هير اتش اي اي ار. اوكي نمبر 3 هاز هي، هل يمتلك، هل عنده؟ يبقى هذه ايه؟ has he عنده ايه؟ any glasses any a n y a n y. طبعا any في السؤال صم في الايه؟ في الاثبات والنفي، في الاثبات. any سؤال نفي، صم اثبات ونفي. yes صم اثبات بس اسم، any نفي وسؤال، any نفي وسؤال، صم اثبات. ده سؤال of a question mark اهو. has he any hair او any glasses او has he has he got glasses، هل عنده؟ has he got، got أحسن طبعا G-O-T، has he got glasses؟ no he hasn't، ما عندوش، مش لابس نظارة. what kind يعني what kind أولاد، من عارف what kind، ما نوع، من أي نوع يعني. a person is he، من الشخصيات هو، person شخص، من نوع من الأشخاص، حالته إيه؟ طيب عطوف قاسي من آخره. what kind من أي نوع، a person من الأشخاص is he. قال له is and helps his students، بيساعد الطلبة بتوعه.
عبارة عن إيه؟ طيب يعني إز إيه؟ ها طيب يعني إيه؟ كايند، كي أي إن دي، إز كايند، كايند عارفينها فين؟ هي دي، يبقى إز كايند بيرسون، هي إز كايند بيرسون، أو إز كايند ده طيب، أند هيلبس هيز فريندز بتاع الطلبة بتوعه، هاو؟ إز هي قال له هيز 40 years old، سألني يعني عن عمره، تقول له العمر سألوا عن إيه هاوي؟ How old؟ هو قال لي دي، How old is he؟ عنده كام سنة؟ He's 40 years old. والتاني كده يبقى هنا what does he look like؟ قلنا look ال double OK أو ال OK هنا straight hair H A I R H A I R هنا has he got glasses؟ يمتلك نظارة has he got got G O T no he hasn't what kind of person is he؟ يبقى is he kind؟ نوعي طيب كان معنى نوع معنى طيب كاين and helps his students بسبب طلبته طلبته تلامذته طب how old is he؟ he's 40 years old. السؤال الثاني بعد ذلك في الامتحان اللي عندنا choose you can a selfie selfie عارفين طبعا الشاشة الشخصية بتاع الموبايل selfie on your mobile بتليفونك يلتقط صورة يعني يا ترى من دول wash ولا swim ولا take ولا run معنيهم ايه ولا عارفينهم wash يغسل swim يسبح او يعوم ماشي take ياخد run يجري يبقى wash يغسل swim يعوم او يسبح take ياخد run يجري انهي واحد في الاربعة دول الصح مين عارف الاجابة ايوه take a selfie التقط صورة سيلفي تيك يلتقط تيك a photo يلتقط صورة يبقى تيك a selfie on your mobile يبقى you can take number B a selfie on your mobile تصرفاته ايه تيك تيك ماضي توك تي دبل او كي تيك ماضي يا ولاد ماضي توك تي او كي التصرف الثالث تيكن حط ان على تيك تبقى تيك التصرف بتاعه يبقى تيك توك تيكن ران ماضي ران بالاي ماضي ران بالاي ران 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 زي المضارع يبقى ده والتصرف التالت واحد الفرق في الماضي ار اي ان ران 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 نروح طبعا بالاي دي بوشد طب سويم سوام بالاي بدل الاي سوام ده الماضي التصرف التالت حط يو بدل الاي سوام يبقى سويم سوام بالاي بدل الاي سوام باليو بدل الاي سويم سوام سوام ده اي دي واش اي دي يبقى تيك توك تيكن رن ران رن واش واشد واشد سويم سوام سوام يبقى يو كان تيك ا سيلفي تلتقط صوره اون يور موبايل تيك ا فوتو هنا معناها تلتقط صوره اوكي okay. طب نمبر 2 our teacher has got يمتلك has got هو got لا يملك طب ليه has مش have teacher يعني هي أو شي ويو شي هادو has got short hair شعر قصير ما هو ايه تاني يلا افكر معايا كده يا ترى unkind غير عطوف قاسي يعني ولا slow بطيء ولا كولد برد او بارد ولا بلوند انا واحده فيهم هاز جوت شورت هير ايوه هاز جوت شورت ايوه بلوند هير اشقر شعر اشقر اوكي يمتلك اور تيشر هاز جوت شورت بلوند هير يبقى هاز جوت هاز جوت يمتلك صح هاف اي وي يوز اي هذا ما هيش يت طب ما فيهم haven't got hasn't got تحط not جنب have أو has have not has not أو haven't أو hasn't عادي طب السؤال بتاعهم have you أو we أو they و has he أو she أو it got ومن العادية أو teacher has got short blonde hair شعر قصير وأشعر okay.
ما هواش انكاين، قاسي، سلو بطيء، كولد بارد، ده الشعر بيبقى بلوند، قصير واشقر، بلوند. نمبر 3، كيب يور باسورد، احتفظ بكلمة السر بتاعتك، كيب احتفظ بيه، يور باسورد كلمة السر، كيب ماضي أولاد ميعرف، كيب ماضي كبت، إي واحدة وتي في الآخر، كيب كبت نشطب إي ونحط تي هنا بعد البي، يبقى كيب كبت كبت، كيب كبت كبت، يور باسورد كلمة السر بتاعتك، يور باسورد، وزي أي ترى فيموس، مشهورة، ليت متأخرة، ساعة حزينة، ولا سيكرت؟ أيوة هي كيب الباسورد سيكرت، خليها سر، سيكرت يعني سر، سيكرت، كيب الباسورد سيكرت، ما هيش ليت متأخرة ولا فيموس مشهورة ولا ساد، ده باسورد تبقى سيكرت تبقى سر محدش يعرفها، كيب الباسورد سيكرت. نمبر 4، فوتبول، كرة القدم is all over the world، في أمان العالم، all over the world في أمان العالم، a lot of people like it، كثير من الناس يحبونها. يبقى دي يا ترى بورينج مملة؟ طبعا لا، ده محبوبة. دينجرس خطيرة، difficult صعبة، popular محبوبة طبعا. نمبر بي، يبقى football is popular محبوبة لها شعبية all over the world في أنحاء العالم. ليه؟ a lot of people like it، كثير من الناس يحبونها. ماش بورينج، ماش مملة، ولا دينجرس خطيرة، ولا difficult صعبة، ولا يا أولاد popular. Football is popular all over the world. Lots of people like it. Number 5. Alice. Alice في الأغاني مش كده؟ طيب Alice اسم البطلة يعني. Had كان ليها، ماضي بتاعها في غير الماضي had، كان لها، a lot of كثير من، wonderful wonderful land بلاد العجائب وأرض العجائب، wonderful land أرض العجائب أو بلاد العجائب. ليها يا ترى water مية، places أماكن، devices أجهزة، ولا adventures؟ أيوة هي يا ولاد هي adventures، مغامرات، مغامرات كثيرة في بلاد العجائب. يبقى Alice had a lot of، كان لها كثير من، adventures in wonderland، adventures مغامرات، adventures، okay adventures، مياش water ولا places أماكن ولا devices أجهزة، هي adventures. Number B. Number 6. مع بعض كده. آه. محمد صلاح is very friendly. ودود جدا. And he always دائما talks، يتحدث مع to his، مع مين يا ترى؟ ها. Fins زعانف. زعانف سنة بسنة fins. Bands حلل. آنية. بنز سلسلة غمامة، سلسلة مهملات، مع بن بنز سلسلة مهملات. مالي فانز، أيوة مشجعي محبي فانز. نمبر اي محمد صلاح ماله بقى، is very friendly، راجل ودود جدا. and he always دائما talks، يتحدث مع his fans، محبي ومشجعي. فانز قلنا معناها حلال أو أواني، فنز زعانف السمكة، بنز سلال القمامة. Okay. يبقى محمد صلاح is very friendly and he always talks to his fans. Number 7. I use my mobile، استخدم الموبايل بتاعي to text messages، رسائل نصية، رسائل مكتوبة يعني. Text messages رسائل نصية، يعني نصية يعني مكتوبة. مش كده؟ يبقى take ياخد رسائل، click يعمل كليك على الرسائل، لا طبعا، مند يصلح، ولا سند، أيوة يبعث رسائل، وسند text messages، اللي I use my mobile to send text messages، عشان أبعث رسائل نصية. سند ماضي يا أولاد، ماضي سنت بالتي، صرت بتاعه إيه سنت بالتي برضو، سند سنت سنت، طبعا دي بالدي، إيه دي؟ دي توك تيكن، تيك توك تيكن، مند اي دي اي دي، مند مند. يبقى يوز موبايل تو سند تكست مسجز. نمبر 8، سولتي، سالي اسف، سالي هير تابلت، تابلت بتاعها
and sending وترسل photos صور to her friends الأصدقاء and sending يا ترى تبقى use ولا used ولا using ولا is using؟ عايزين ايه هنا؟ مين عارف الحل يا أولاد؟ سهل جدا واضحة جدا. سالي her tablet and sending photos أرسل صور تمام بدي ايه؟ is using and sending عطف محفوظ في العربي مش كده؟ is using and sending okay وضعها مستمر am is are فعل على ing أو is using اسمه ايه؟ present continuous وضعها مستمر يعني ايه قلنا am is are بعد كده فعل على ing طيب تستخدمه امتى يا مستر؟ مع now الآن مع at the moment في هذه اللحظة at the moment M-O-M-E-N-T moment M-O-M-E-N-T at the moment قلنا now at the moment مع كمان at present في الوقت الحاضر present at present P-R-E-S-E-N-T present P-T-E طبعا P-R-E-S-E-N-T يبقى now at the moment at present مع فعل look انظر أو listen يسمع برضه بعمل نار مستمر بعمل am is are فعل ing جي okay. طيب في النفي وحط نوت بعد am is are يعني am not isn't aren't سؤال أجيب am is are في الأول وبعدين بالفعل طيب number 9 is there طبعا there is يعني يوجد is it وهل يوجد الله طيب مثلا في زرار وار زير برضه يوجد وهل يوجد there is جنبها على يمينها مفرد there are على يمينها جمع there is a pen on the table a pen قلم واحد اهو طب there are two books في كتابين على الترابيزة طب سؤال is there a pen هل يوجد قلم طب الثانية are there books on the table okay الإجابة yes there is أو yes there are No there isn't or no there aren't. يبقى أنا there had you يبقى إيه؟ اسم مفرد جوس عصير. طيب كويس. جوس عصير جميل جدا. وبعد كده أهي in the fridge في التلاجة. طب ده سؤال. عندنا إيه؟ طبعا إيه وأن ما ينفعوش. ليه ما ينفعوش؟ لمعناهم ون. جنبهم اسم إيه؟ بيتعد. طالما في من 1 في 2 في 3 4 5 6 بتعدي يعني يبقى مفرد وجمع جوز ده ما بيتعدش العصير ده يعد صح كده؟ ما فيش لا اي ولا ان يبقى يا صام يا اني طب ده سؤال يبقى حل ايه؟ ايوه هي اني لان اني بستخدم في اولاد في النفي والسؤال is there any juice in the fridge؟ أقول no no there isn't any juice برضو okay طب yes there is some juice بص بده okay وهنا بوكس كتب وهنا جوس okay هنقول ايه ايوه نقول ار زير مش هنقول زير جوس ما بتعدش على طول مفرد مش هنقول يما يبقى ده على طول مفرد على طول ات يبقى زير اني جوس ده سؤال نفي ذير ازنت اني جوس سام في الاثبات ذير از سام جوس اوكي كده يبقى جوس ده اسم لا يعد يبقى على طول مفرد يعني على طول ات اوكي يبقى زير اني جوس ان ذا فريدج نمبر 10 وات سيرا اند هير سيستر جوت عندهم ايه؟ What Sarah and her sister got؟ قبل منها ايه؟ have او has. طب عددها ازاي؟ معاهم Sarah بس ولا Sarah and her sister؟ لو Sarah بس لوحدها تبقى has. طب ايه وقتها يبقى زي؟ يبقى have. مش كده؟ What have Sarah and her sister got؟ واضحة؟ لو Sarah لوحدها يبقى has. طب Sarah وقتها؟ Sarah has طبعا شيء. سيرا دي سيستر يبقى زي يبقى هاف
واضح كده؟ اوكي، يبقى هاف جون، هاف سيرن جسر جون، عندهم ايه؟ بعد كده ريد اند كوريكت ذا اندرلاين ووردز، نقرا ونصحح الكلمات اللي تحتها خط. There are a lot of sand، كثير من الرمال in the desert، في الصحراء. A lot of sand، رمال كثيرة in the desert، في الايه؟ في الصحراء. ديزرت، الصحراء. طيب ساند اسم مظبوط. طيب بتعد؟ لا، ساند لا يعد. هاشر في الدرم، ساند لا يبقى ده يعد. بدأ ايه انت وعدي ضمن على ايه؟ الضمير على ضمير ايه؟ على ضمير ات. ساند يعني ات، هو على طول ات، مفيش منه يجمع، يبقى على طول الضمير بتاعه ات. يا ترى ات تاخد ار؟ اه لا، ما تاخدش ار، تاخد از. يبقى ايه؟ there is a lot of sand in the desert، اي اسم مفرد لا يعد ياخد از في المضارع، was في الماضي، has مش have، مش كده؟ مضارع عليه اس. اوكي، يبقى there is a lot of size. اوكي، طيب اسم يجمع يبقى زرار، يبقى زرار صح، مش كده؟ طيب يبقى هنا ده سن لا يعد، يعني على طول مفرد مش منه يجمع، يبقى دير از النقطة في سن مكان ار، شيل دي يبقى هنا از، حتى دي كده اوكي، هنا اهو، يبقى هنا نكتب از عشان سن لا تعد، يعني سن دي ات، وتاخد از ما تاخدش ار. But there is a lot of sand in the desert. Number two, she can jump very high. تقفز عاليا جدا، تستطيع أن تقفز عاليا جدا. طيب can، يستطيع. Will، سوف. Okay، دي اسمها هي أفعال إيه؟ اسمها أفعال ناقصة. Will ماضيها would، شان ماضيها should، كان ماضيها could، may ماضيها might، must ماضيها ought to. تاني كده، will would shall should can could may might must ought to. كمان مرة، will would shall should can could may might must ought to. طبعا will سوف، وشال سوف، سوف كان يستطيع، may ربما، ماست يجب أن. اسمها أفعال إيه؟ أفعال ناقصة. ناقصة ليه يا ولاد؟ اسمها سموها كده ليه؟ لأي فن نقول إيه؟ مضارع ماضي تصريف تات، دي مالهاش تصريف تات، يعني ويل وود، شال شود، كان كود، مي مات ماست أوت، مفيش تصريف تات. ده أول سبب. السبب الثاني، ما ينفعش أستخدم الفعل الناقص لوحده في الجملة. ليه؟ ما نقدرش نقول زي كان فوتبول، مفيش معنى. يستطيع كرة القدم ما تمشيش. موزي كان ايه؟ ايوه، سمع حد موزي كان بلاي، يضرب يلعبه. بلاي يبقى جنب الفعل المصدر، فعل مصدر، فعل في المصدر. هو المصدر فعل كامل، كان بلاي. ويل جو، ماست ستادي، ماي سي، الى اخره. جنبه فعل في الايه؟ في المصدر. مظبوط، مصدر يعني ايه؟ الفعل لسه زي ما هو بحالته، ما فيهوش أي إضافات. طب جامس ده عليه إس، يعني مضارع، لو أنا عايزه مصدر أعمل فيه إيه؟ أشيل الإس، مش كان إيه؟ جامب، وأكتبها هنا، مش كان جامب، very high، تقفز عاليا جدا، يبقى جامب من غير إس، يبقى هنا إز عشان سند لا تعد، يعني إيت، هنا جامب عشان ده ناقص، فعل ناقص جنبه، هنا في مصدر، مش كان جامب. طيب، نمبر 3. has you، يبقى ما تاخدش has يا مستر، بتاخد يا ولاد، ايوه بتاخد have، تبقى دي have you، نكتب have هنا في الحته دي كده، يبقى have you what، موبايل فون، هل تمتلك موبايل، have you what، لو هنا she he it يبقى has صح، هنا you we they I يبقى have هنا صح، do you تبقى مش has، تبقى have you what، موبايل فون. نمبر 4، Susan paint a picture at the moment، بترسم صورة في هذه اللحظة، at the moment، بس دلوقتي حالا، قلنا ايه؟
من فاكر قلنا ناو الآن at the moment في هذه اللحظة at present في الوقت الحاضر look انظر نسن اسمع فهم فعل في زمنية وبلدنت continuous مضارع مستمر ثاني علم now at the moment at present look listen present continuous مضارع مستمر يعني ايه؟ يعني am is are فعل على ing مظبوط فين زمان يبقى ده am is are ونحط ال ing طب سوزان am ولا is ولا are سوزان يعني شي تاخد ايه تاخد is يبقى سوزان is painting يبقى نكتب is painting في دي الحتة دي كده يبقى سوزان is painting a picture at the moment نقول تاني كده بسرعة now at the moment at present look listen تعمل فيها present continuous ضرب مستمرة يعني am is are فعل ing am مع I is مع he she it are مع you with they وانت فعل ing سوزان يعني شيت و is painting يبقى is قبل منها طلع ايه ing number five There is any water on the table. مية على الترابيزة. Water. There is مثبت ولا منفي؟ مثبت. ما ينفعش إني يا مستر. ليه يا ابني؟ عشان إني تستخدم في النفي والسؤال. طب إيه اللي بتستخدم في النسبات زي دي كده؟ اللي هي some. مظبوط. تكرمنا دلوقتي إني نفي وسؤال. some. إثبات. طب ده إثبات عرفت من أنت إز مش إذن مثبتة إز يبقى دي صم مش إني يبقى هنا صم نكتبها في الحتة دي إيه يبقى قلنا هنا إز نمبر 1 ذير إز نمبر 2 قلنا جمب من غير إس عشان مصدر نمبر 3 قلنا هاف يو مش هاز يو نمبر 4 قلنا إز بينتينج قلنا إز طلع إي إن جي إز بينتينج نمبر 5 قلنا صام عشان الجملة مثبتة. اوكي يا ولاد مفهوم؟ ناقص حاجة لو سمحتوا يكتب في التعليق رد عليها واشرحها له تاني اللي فهم يفهم أكتر واللي ما فهمش يفهمها ويذاكرها. محدش يكسب محدش يتريع محدش إيه يتردد. طبعا كنا اشتركنا في القناة خلاص مش هتشتري ولاد اشترك لو سمحتوا نوصل على الجرس وعلى كلمة كل صور كل جديد إن شاء الله محدش ينسى محدش يكسب لو سمحتوا بلايك شير الفيديو عشان ينتشر بين الطلبة شجعوني نسقط رمضان إن شاء الله. تيست نمبر 2 الثاني تشوز the correct answer اختار محمد صلاح is very good at goals محمد صلاح ماهر جدا في الأهداف اختار دايفنج غوص دايف يغوص دايفنج يغوص هيتنج يضرب أو ضرب يعني ولا كيكينج يشوط ولا سكورينج جولز في احراز الاهداف واحنا بتاعي رقم بي سكورينج جولز محمد صلاح is very good at scoring goals ماهر جدا في احراز الاهداف سكور جول سكور يحرز الهدف سكور اس سي او ار اي سكورينج عشان ايه هنا ده ات حرف جر مش كده اي حرف جر جنبه ايه جنبه يا اسم يا فعل الان شي طب انا مفيش اسم في فعل بقت سكورينج جولز في احراز الاهداف نمبر 2 عفوا دي ايكون اون يور موبايل فون الايقونه على موبايلك ايكون اون يور موبايل فون يعمل فيها الايكون دين تاب خبط عليه خبط عليها رايت يكتب كليك يعمل عليه كليك ولا ميك يصنع طب ايكون على الموبايل يبقى دايما لها ايه كليك الله ده كليك مفيش معه في الموبايل يبقى يا ولاد يبقى تاب المس اوكي تاب ذا ايكون اون يور موبايل فون نمبر 3 sensible person شخص حساس sensible حساس sensible person يا ترى makes good decisions بيتخذ قرارات جيدة has no time ما عندوش وقت is very tall طويل جدا is unfriendly غير ودود
أنسب حل اليوم يا ولدي أنا السنسب بلس الشخص الحساس اللي هو أيوه رقم إيه makes good decisions يتخذ قرارات إيه جيدة يتخذ قرارات جيدة makes good decisions number four it's important to من المهم أن سيف آمنا أونلاين على النت يا ترى سليب تنام هاش بنام على النت طبعا استنى طاقم ما شوف على النت هل بيقف علي ست يجلس هاش بنام على النت مالي أيوة stay تبقى safe online important to stay أن تبقى safe أمنا online it's important to stay safe online number five معايا he can't walk لا يستطيع السير so he uses a استخدم يا ترى train قطر شراقة ship سفينة fan مروحة ولا ويل شير كرسي بعجل he can't walk استخدم ايه كرسي بعجل لا ويل شير اوكي مش شغالين ليه ويل شير كرسي بعجل ما هيش ترين قطر ولا شيب باخره او سفينه ولا فين ولا مروحه امال ايه he can't walk so he uses a wheelchair number 6 we charge the phone with بنشحن موبايل بي charge نشحن the phone تليفون بي with ايه يا ترى ايوه كي مفتاح ولا ماوس فاره ولا بلاير لاعب ولا تشارجر شاحن طب تشارج بتشارجر واضحه جدا مش محتاجه تشارج بيشحن بتشارجر بشاحن اللي عارفينها طبعا تشارج بشارجر اوكي تشارج تشارج تعالوا بتشارجر بشاحن يبقى مش كي مش مفتاح ولا ماوس فاره ولا بلاير لاعب لا بتشارجر نمبر 7 a blog مدونة is an online على النت online يا ترى drawing رسمة painting بصورة مرسومة لوحة diary البان diary مفكرة طب blog ده ايه ايوه diary online مفكرة على النت مفكرة بايه حاجتك كلها اللي انت عايزها ما تنساش blog is an online diary ما هيش دير دير منتجات البان painting قلنا لوحة وصورة مرسومة drawing رسم الدايري البلوج ده دايري مفكرة اونلاين نمبر 8 دير any milk in the fridge في اي نبات في الثلاجة تمام يبقى ملك ايوه بتعدي ما بتعدش ما بتعدش صح كده يبقى مفرد مفرد يبقى حاجته بقر وارد من الجامع ده على طول مفرد مش منه جامع يبقى is يا isn't يوجد او لا يوجد صح كده is يا ايه يا isn't طب لو is مثبت هيبقى صم مش اني قلنا اني في النفي والسؤال صح كده فلو is يبقى صم مش اني طب هنا في الصم هنا في اني يبقى ده ايه there isn't لا يوجد any milk in the fridge عشان في نفي هو يبقى تاني كده ملك اسم لا يعد كان على طول مفرد يعني على طول ينطبق عليه ينطبق على الضمير ات يعني از مش ار ووز مش وير هاز مش هير درينك مش درينك قصدي مش درينك اوكي الوضع يوم عليه اس يبقى ده نصته بار وار دول الجمع ده لا يعد يعني مفرد على طول مش منه جمع يبقى إز يا إزن طب إز ولا إزن ننفعهم أرجع للجملة في إيه قبل ملك في إني أو نستخدم في الإيه في النفي والسؤال مش كده وصلنا في الإثبات يبقى إزن إني ملك طلعت النفي عشان إني number nine there isn't any milk in the fridge number nine I can speak English أستطيع أن أتحدث الإيه الإنجليزية but I speak Italian يتكلم إيطالي I اللي ينفع معها طبعا ينفع معها can't ينفع معها إيه تاني haven't hasn't دي معها هي وشويت ضغط معها هي وشويت هنا I
يبقى كانت يا هبن. هبن يعني إيه؟ لا أملك، كانت لا أستطيع. الولاد يقولون ايه؟ اي ما تنفعش ايه؟ ما تنفعش ايه؟ hasn't، ما تنفعش have ولا doesn't. ده has و hasn't و doesn't هم هيمشوا ويت. must have to can't. لا يملك لا يستطيع. but ايه؟ اي ايه؟ I can't. number C. يبقى I can't speak English but ايه؟ I can't speak Italian. ما اقدرش اكلم ايطالي. okay؟ hasn't. doesn't مع he or she wait. haven't وكانت بتطلع معاي. دي لا يملك ودي لا استطيع اتكلم ايطالي. طبعا لا استطيع اتكلم ايطالي، ما كانت سبيك اي ثانيه. نمبر 10 ار يو نيكست تو يور بيست فريند. هل تاز بجوار اعز اصدقائك؟ نيكست تو بجوار جنب يعني. يور بيست فريند اعز اصدقائك. ار يو ايه؟ sit ولا sits ولا sitting ولا sat. طيب are you؟ طبعا دي مضارع، دي مضارع على اس بسيط طبعا present simple. ده على اس ودي sat ده ماضي وهنا are. يبقى ما تنفعش ايه؟ طب are you ايه؟ ايوه are you sitting. ده مضارع مستمر التايلس. are you sitting. are فاعل ing سؤال هو مضارع مستمر سؤال. Are you sitting? Are they sitting? مش كده؟ طيب أمال إيه؟ Is he sitting? Is she sitting? Am I sitting? سؤال مضارع مستمر سؤال. Okay. Are you sitting next to your best friend? Number two. There are any painters in my classroom. أنصحك لأنه تحت خط. Any printers in my classrooms. Printers طبع. Printer طبع. طبع دي جمع طبع. In my classroom فصلي. يبقى تنفع R. الله. وأصحح عليها مستر. جنب R مكتوب إيه؟ على يمين مكتوب إيه؟ أيوه مكتوب Any. الله. يا مستر دي في الإيه؟ في السؤال والنفي. بعمل إيه؟ أنفي R. صح كده؟ يبقى دير ارن اني برنترز دول اي طبعات الماي كلاس روم. ارن طلع لنا وصل في تي ودير ارن تكتب بقى ان اهو في الحته دي كده اني برنترز الماي كلاس روم. اوكي طبعات مفيش اي طبعات في فصلي عشان اني صار في النفي والايه والسؤال. طب ده ار مثبته ما تنفعش. ودير ارن اني برنترز الماي كلاس روم. نمبر 2 has your friend got straight hair؟ هل صديقك يمتلك شعر مستقيم كذا واقف يعني؟ has got. okay. no he haven't. no no she haven't. الله. ازاي بقى has he has you has your friend كده تو haven't. لا has your friend got. يبقى no she hasn't مش haven't. صح كده؟ يبقى no she وهكتب هنا hasn't. h a s n apostrophe t H A S N apostrophe T. But no, she hasn't. Has D. حطينا N apostrophe T واكتبها هنا في الحتة دي كده. But no, she hasn't. Number three. My father is drink tea now. Now الآن. الله. Now at the moment. At present. Look, let's بتعمل إيه؟ Present continuous. يعني أم إذا أرفع عن جي. عندي هنا إيه إز. ناس ايه فعل عن نجي الفعل اهو ناس ايه ان جي يبقى is drinking مثلا كده ان جي واكتبه في الحتة دي كده. وهذا is drinking tea now وده عشان كلمة now. My father is drinking tea now. Number four. Is there a mouse? هل يوجد فارة ماوس مش كده؟ Yes there are. ازاي بقى يا مستر؟ Is there with are. ايوه برافو عليكم. What is A? There is there, is there is. مش كده؟ أعمل دي is وأكتبها في القوس اللي جنبها. يبقى is there, يبقى is there is. واضحة؟ Has your friend? No, she hasn't.
there is another, there is. Number five, how many languages, كم لغة كان محمد صلاح يقدر يستطيع محمد صلاح speaking؟ الله تسألني دلوقتي، كان جنبها مصدر صح كده، جنبها مصدر في كان ايه، كان قلنا ويل وود شير شود كان كود مي مات مصدر تو افعال ناصب، جنبها فعل في الايه في المصدر، اشيل ايه من هنا ايه، اشيل ان جي واكتب سبيك في الحته دي كده، يبقى هنا قلنا there aren't لأنه بصرف تفضل الار، هنا hasn't حط هنا بصرف هنا على has مكتب هنا drinking طلع ان جي، هنا there is they speak. بعد كده نكمل مع بعض، جيب معايا ونفسنا نطلع في القناة نصنع الجرس على فيلم في الكل كلنا إن شاء الله، وشاركش يشترك لو سمحتوا عشان تشجعوني ودعموا القناة في القناة إن شاء الله، اشتراك جرس الكل لو سمحت، واعمل لايك وشير للفيديو ما تكسلش. الثالث، مجدي is asking مازن about his favorite sport. بس مازن ايه؟ his favorite sport رياضته ليه؟ المفضلة favorite مفضلة sport رياضة. يبقى مازن مجدي is asking مازن يسأل مازن about عن his favorite sport رياضته المفضلة، زي ما اتفقنا لو هو فاضل الأول تخيل يا وقتي هتكون بالعربي هتكون ايه؟ نرجع نحله بعد كده ونكتب بالانجليزي بتاعنا. مادي هلو مازن هاو ار يو؟ طبعا بخير معروف الظهر. طيب قال له ايز يور فيفرت سبورت؟ رياضتك المفضله؟ قال له اي لايك بلاينج فوتبول، احب العب كره قدم. طيب وين دو يو يوجوالي بلاي ات؟ امتى عاده تلعبها؟ اي يوجوالي بلاي ات عاده العبها فرايداي جمعه. Who do you play with؟ مع مين؟ With my أصدقائي طبعا. You play it at school؟ تلعب في المدرسة؟ Yes of course طبعا. يبقى هل صح؟ طيب how are you؟ أولانية أنا مازن how are you؟ أبدأ يا ولاد I'm fine. I am عارفينها fine if I any I am I أبوصل فين fine if I any I am fine thanks check I'm fine thank you I'm fine thanks على طول fine if I need كومة وthanks يعني I'm fine thanks I'm fine thanks ينصح. بعد كده ما هي المفضلة؟ ما يعني ما أو ماذا؟ أيوة من فاكر ها what W-H-A-T W-H-A-T what is your favorite sport I like playing football بحب ألعب كورة when امتى بتلعبها؟ قال له ايه؟ جمعه يعني الاسبوع قبل حرف ايه؟ ها مين فاكر؟ on Friday مش كده؟ on Friday who do you play with it؟ it with هما مع مين؟ with my ايه؟ اصدقائي يعني with my ايه؟ ايوه from friends F R I E N D S تاني كده F R I E N D S كمان مره عشان ما حدش يكتب F R I E N D S with my friends. طيب نقدر قال له play it at school. قال له yes of course نعم. هل تلعبها؟ هل تلعبها؟ مش كده؟ ده مضارع يبقى ايه؟ do أو does فعل مصدر صح؟ صح؟ طيب هنا الفعل بتاع ايه؟ you I we you they قبل منهم do هي شيء أدب من الرص. طب do you وأنا do do play it do play it at school do you play it at school مثلا كده fine thanks if I need thanks I'm fine thanks هنا what is your favorite sport هنا on Friday هنا friends F R I E N D S هنا do you play it at school قال يوسف of course نعم بالطبع. هنا دخلتكم برانش برضه لذيذة نهضر الأول نهضر عن فكرة عامة ترغمش حرفي افهم بتكلم عن ايه مظبوط بعد كده ارجع اقرا الأسئلة شوف المطلوب فيها طلع اي وقت من القطعة. اوكي ماي فاملي
members love technology. يعني إيه؟ أفراد الأسرة بتاعتي بيحبوا التكنولوجيا. My brother Yusuf is playing chess online. بيلعب شطرنج على النت. Chess, شطرنج. Okay. He is winning at the moment. دلوقتي هو بيكسب. I'm doing my computer studies. بعمل دراسات الكمبيوتر بتاعتي. Homework. بعمل دراسات الكمبيوتر. أوقف الكمبيوتر بتاعي. I'm looking at websites. ببص على المواقع for information عشان دور على معلومات about عن 3D printers. طباعات 3D. My mom and sister, أمي وأختي سامة, are taking selfies. بياخدوا صور سيلفي. They are sending one of their photos بعد واحدة من الصور بتاعتهم to my grandmother, لجدتي, on the mobile phone, على الموبايل. My dad, والدي, is sending an email, يبعت email to my uncle, عمي, in the USA, في أمريكا. I'm not just American. My uncle lives, يعيش, in New York. He is an electrical engineer, once كهرباء, in a company, في شركة. He has got two daughters, عنده بنتين, and a son وابن, called يدعى وسمى تامر. تامر is a student in the faculty of medicine, طالب في كلية الطب. كنا أسئلة مع بعض. لما تفتح تقرأ كده، تقرأ أسئلة تطلع إجابات. أنت بتقرأ. أنا مش هعمل كده طبعا، أنا يعني خلصنا معروفة بالنسبة لي. نحلها على طول لو سمحتوا معايا. Number one, does the passage talk about? What does the passage talk about? يعني ماذا القطع تتحدث عن تتكلم عن ايه؟ ها نكتب الإجابة ترى. أيوه السطر الأولاني. A family بس نقول A family member members أفراد أسرة love technology. هي دي تتكلم عن أفراد أسرة كانوا بيحبوا التكنولوجيا. طيب شو معنى نكتب A family members love technology؟ أفراد الأسرة اللي بيحبوا التكنولوجيا. نتكلم عن Number two, Yusuf, is Yusuf winner or loser? هل فائز ولا خاسر؟ winner, فائز, loser, خاسر. بيكسب ولا بيخسر؟ أني, is he winning? بيكسب, أدمه في هذه اللحظة. If Yusuf is a, Yusuf is a winner. مش كده؟ فائز. أكس بس إز يوسف هذا يوسف إز أوينر ما قلت أوينر مش مشكلة ننصح يوسف إز أوينر أو أوينر أوكي نمبر 3 Do you think the internet هل تعتقد الإنترنت ده is useful مفيد for the writer للكاتب ولي why طبعا yes it is نعم هو مفيد Yes, it is. ليه مفيد ليه؟ بصوا يبقى كده بصيت حتى ها because علشان he is doing his computer studies homework على النت online مش كده؟ أو is looking at websites for information about 3D printers. Yeah, دي أجمل طبعا. يبقى yes I do. أو yes I, yes it is. أعتقد كده. لي he is looking at the websites for information بحث عن معلومات و 3D printers. بدأ يجب السؤال التالي. يبقى بدل عام نقول he is and we have no هو مش كده looking at websites for information و 3D printers. اوكي بعد كده عندنا سيت تشوز اعتقد على القطعه اعتقد طيب the opposite of the underlined word opposite يعني يا اولاد من عارف عكس opposite يعني عكس underlined تحت خط word كلمه بعكس كلمه تحت خط descending is ascending سن يعني ان يرسل مش كده؟ send yourself sending yourself أكسايا ترى going making doing receiving
جونج ذهب، ميكنج صناعة، دونج عمل، ريسيفنج أيوة تسلم، يبقى هي ريسيفنج عكسها ريسيفنج، يبقى سند عكسها ريسيف، سندنج عكسها ريسيفنج. أوكي أوبوزيت، the opposite of the underlined word. Sending is receiving. Okay. Number five. My uncle lives in the عمي ساكن أو عايش في in the A. أيوة in the USA. Number C. في أمريكا واضحة جدا القطع يعني غناها. In the USA. طبعا نمبر A دي United Arab Emirates. الإمارات العربية المتحدة. يعني إيه دي بلدنا. Arab Republic of Egypt. جمهورية مصر العربية. KSA Kingdom of Saudi Arabia. العربية السعودية. هو عايش في USA United States of America. United States of America اختصارا. Number six. The underlined pronoun. لما تحت خط. They refer to. تعيد على أي ترى. شوفها كده. شوفها مع بعض. نراهم شوفها مع بعض. They. أيوة. أيوة. مين بقى؟ مام and sister سامة. مامته وأخته سامة. صح كده زي أرسين ده مامته. يعني تسجل بعتوها. يبقى سامة mother وسامة. عفوا يا ولاد. أيوة. يبقى سماء and her mom. سماء مامتها. Okay. Read and correct. اقرا صح. The underlined words كلمات تحت خط. تامر has got. يمتلك أو will share كرسي بعجل. Because he can walk. يقدر يمشي. ده صح. Will share كرسي بقى عنده. يبقى ده يمشي ولا ما يقدرش؟ ما يقدرش. يبقى he can't. وطب اصرف تي واكتب كانت هنا. يعني كان زي ما هي وقلنا اصرف تي. He can't walk. Number two, does your father sleeping now? Ah, now. مستمر. يبقى am is or does? Am is or. يبقى she does. يبقى هنا ايه? Is your father sleeping now? صح? And then جو نقص am is or. يبقى is your father. Father يعني ايه تقول is. يبقى is your father sleeping now. واكتب is. حتى دي كده. Number three, is there any tomatoes in the fridge? هل في أي طماطم في الثلاجة؟ Is there any tomatoes in the fridge? في الثلاجة. الله tomatoes. جمع ولا مفرد؟ جمع. صح كده؟ tomatoes. يبقى دي مش is. يبقى دي إيه؟ يا معاها is. يا معاها are. يبقى are there any tomatoes in the fridge? Are مكتوبة في الحتة دي كده. Are there any tomatoes in the fridge? Number four. أحمد has got any money. أيوة. Has got any money. تنفع؟ لا. ما تنفعش يا مستر. ليه ما تنفعش يا ولاد؟ عشان any النفي والسؤال. وهذا هنا مثبت. طب أعمل إيه؟ أنفي has. يبقى hasn't. طلع إن أصرف تي. وأكتبها في الحتة دي كده. يبقى has. طلع إن أصرف تي. تبقى hasn't. got any money. عشان تمشي. أوكي. يبقى هنا قلنا كانت، هنا قلنا is، هنا قلنا are، هنا قلنا hasn't. كده بار انف اوف 80 words من ضمن كلمة about عن شوف كده عن ايه يا ولاد يكون معايا your favorite sports star يعني نجم الرياضة المفضل عندك. يبقى أول جملة نكتبها ايه؟ I have عندي a favorite sports star. نجم مفضل في الرياضة. I have a favorite sports star. وحط نقطة. جملة جديدة. He is محمد صلاح. أو his name is محمد صلاح. مو صلاح. ونقطة. جملة خلص. He plays football. بيلعب كورة. He plays it in England. بيلعب في إنجلترا أو in the UK. ونقطة. He is very clever at playing football. أو at scoring goals. بقى كده في حفظ الأهداف. ونقطة. وكمل الموضوع بتاعنا كده. He is a kind person. شخصية طيبة and friendly ومدود.
مظبوط. He is always talking to his fans. لما كلمة معه هو محبيه إلى آخره. I like Muhammad Salah very much. Okay. تعمل كده أولاد. أرجو كلنا اشتركنا في القناة. دوسنا على الجرس وعرفين الكل عشان يوصلك كل جديد. كل الفيديوهات إن شاء الله. وتدعموني وتشجعوني على الشروط المطالعة. كما أرجو عمل لايك في الفيديو. تصلوا براد ممكن الطلبة. كي يستفيدوا هذه الشروحات التي يدعو الله عز وجل أن تكون كذلك منها إن شاء الله في الفترة القادمة. دعوات الطلبية لكم من النجاح والتوفيق. تحياتي. Thank you for listening to me. إن شاء الله الفيديو كاين حل كمان تحليل وقتلاته مع بعض. خليكم معايا. تابعوني. هتلاقوا كل جديد ومفيد. Until we meet again, wish you all the best of luck. Thank you very much indeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.